ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم معنا في بودكاستكم الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى أيت أومست، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنكتشف مشاريع ويكيبيديا في الجامعة بمصر من خلال حوار مع السيدة ولاء عبد المنعم، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر، للحصول على معلومات تمكننا من فهم أفضل لكيفية العمل داخل المجموعة وتجربتهم في العمل داخل الجامعة. أتمنى أن تستمتعوا معي ورفقة ضيفتي. قبل البدء في الحلقة دعوني أرحب أولا بضيفتي السيدة ولاء عبد المنعم، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر. أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالسادة المشاهدين من الجنسين، معكم ولاء عبد المنعم، محررة إدارية في ويكيبيديا العربية من مجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر. أهلا بك سيدة ولاء. متى تأسست مجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر؟ مجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر تأسست في يوليو 2014، ولكن قبل ده اعتمدت من مجلس الأمناء في مؤسسة ويكيميديا، ولكن قبل كده احنا كنا موجودين على أرض الواقع. يعني احنا ما بيننا محررين انضموا للويكيميديا في 2007، أنا انضميت في 2012 يعني، إنما الاعتماد الرسمي جانا في 2014 من ويكيميديا، مؤسسة ويكيميديا. كيف تجدون المحتوى المصري بصفة عامة على ويكيبيديا؟ أعتقد أنه في تغطية كويسة جدا للمحتوى المصري على موسوعة ويكيبيديا، يعني بجميع النسخ أو بغالبية النسخ، لكن احنا طبعا بيهمنا دايما النسخة العربية، فأنا شايفة أن هي فيها تغطية كويسة جدا، لأنه عندنا عدد محررين كتير يعني منضمين للموسوعة العربية من مصريين، محررين مصريين من منضمين و يعملوا مساهمات كتير عن الحضارة والثقافة وكل ما هو مصري، يعني تغطية كل الأحداث. انضممت إلى مجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر سنة 2012، هل يمكنك أن تحدثينا عن تجربتك وأيضا عن الدافع الذي جعلك تنضمين إليها؟ أنا انضميت إلى ويكيبيديا، موسوعة ويكيبيديا، في 6 مارس 2012، انضمينا لويكيميديا مصر في 2014، ولكن يعني نقول ان احنا انضمينا للموسوعة في 2012 وعبر بوابة برنامج ويكيبيديا للتعليم. كنت وقتها طالبة ماجستير في كلية آداب جامعة القاهرة، فانضمينا بمساعدة أستاذتي ودكتورتي أستاذ دكتور عبير عبد الحافظ، هي اللي شجعتنا ان احنا ننضم في الويكيبيديا ونترجم مقالات من الإسبانية إلى العربية، وطلب مننا في ذلك الوقت ترجمة مقال واحد، فأنا بدوري حبيت الموضوع جدا وترجمت 31 مقال في أول مشاركة حقيقية ليا في ويكيبيديا، وكان بينهم مقالة مختارة ومقالة جيدة. يعني أول مقالة إسهام ليا كانت مقالة جيدة، والمقالة الثانية كانت مقالة مختارة، ومعهم بقى مقالات كانت بتكمل المحتوى. جميل جدا سيدة ولاء، ما هي الأنشطة التي تقومون بها لتعزيز المحتوى الثقافي عبر مشاريع ويكيبيديا؟ الأنشطة اللي احنا بنقوم بها داخل مجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر هي مسابقات كتابة، كان عندنا نجم التاريخ، كان عندنا مسابقة ويكيميديا مصر، كان عندنا مسابقات عن المرأة، غير طبعا برنامج التعليم، كان عندنا مسابقات تصوير، ويكي تهوى المعالم، ويكي تهوى أفريقيا، ويكي تهوى العلوم. فدولة يعني العلوم حاليا مش شغالة، بس اللي شغالين أكتر المعالم وأفريقيا، دولة مكملين معنا حتى لو يعني ما لهمش حاجة على أرض الواقع، بس هو كله أونلاين. يعني
الأول كنا بننزل نعمل جولات تصوير على أرض الواقع في المواقع وننزل نصور، بس حاليا بتبقى جهود ذاتية. هل هناك مشاريع خاصة تستهدف تطوير ويكيبيديا باللغة العربية في الجامعات المصرية؟ عندنا كذا مشروع وكذا مبادرة داخل الجامعات المصرية. يعني أنا شغال على مبادرة اسمها شعاع معرفي حاليا من 2019 حتى هذه اللحظة، كانت قبل كده اسمها برنامج ويكيبيديا للتعليم، وكان شغال في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر بشكل عام، وكان معايا كملتهم لحد 11 جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية. اشتغلنا مع فئات متعددة وتخصصات متعددة ما بين طب وهندسة وعلوم وكيمياء ورياضة وأدب، يعني كان كل واحد حسب التخصص اللي هو يحب يشتغل فيه. دي على نطاق القاهرة الكبرى. عندنا برضو زميلتي دكتورة دنيا عندها مشروع أو مبادرة اسمها محرر ويكيبيدي، دي في نطاق الإسكندرية وجامعة الإسكندرية. برضو بيبقى المحتوى غالبا بيبقى طبي، لكن انا عشان تخصص ادب فالمحتوى اللي بيبقى اغلبه بيبقى ادبي بيبقى ثقافي، ولكن الناحية التانية بيبقى طبي. فكل على تخصصه، يعني لانه احنا بس مش بنفكرة ان احنا بندير المبادرة، لا انت بتدير المبادرة وبتراجع المحتوى اللي يعني بتجهز التدريب وبتدير المحتوى، بتتابع المحتوى اللي بينشأ وبتراجعه، ولو محتاج تنقيح أو أي مساعدة أنت بتبقى يعني داخل في الموضوع كله، مش مجرد بس أنت منظم ومنفصل عن المبادرة، فأنت بتبقى جزء أصيل من المبادرة. فعشان كده ده يمكن ده سبب نجاحهم واستمراريتهم لحد اللحظة دي. يعني أنا بتكلم إن أنا انضميت من 2012، يبقى لي تقريبا يعني 11 سنة ولسه مكملة إن شاء الله. فلازم يكون عندك إرادة وحب للي أنت بتعمله عشان تكمل. أكيد سيدة ولاء، هنا أود أن أسألك عن عدد الطلاب المشاركين في هذه المبادرة. لو هنتكلم من بداية الطريق فإحنا دربنا أكتر من 1000 طالب، يعني على إحنا بنتكلم من 2012، فإحنا دخلنا آلاف الطلاب، يعني كان عدد كبير جدا من الطلاب دخل معانا ومن مختلف ال يعني مختلف التخصصات. ده بالنسبة للطلاب. طبعا عملنا وركشوبس ورش عمل كتير جدا جدا، كان أغلبها حضوري. وبعدين من بعد 2017-18 ابتدينا نخلي الجلسات كلها اونلاين والتدريب فعلا متاح اونلاين، فما بقاش حضوري كتير. يعني لو في فرصة ان احنا نعمل لقاء حضوري او ورشة حضورية بنعملها، بس على الاغلب يعني تماشيا مع العصر وانشغال البعض، نظرا لان احنا في الاول في الاخر احنا في نشاط تطوعي، احنا نشاط ما بناخدش عليه فلوس. لازم بس عايزين نوصل المعلومة دي للمشاهدين ان احنا ما بناخدش فلوس على الشغل اللي احنا بنعمله، احنا بنعمله. يعني انا دايما وجودي في ويكيبيديا من اول ما دخلت بشوف حاجتين، نصادة اجرية وعلم ينتفع به، فانا مش بشوف ان وجودي محتاج اكتر من كده. فانطلاقا من نقطة ان هي صدقة جارية وعلم ينتفع به، دي برضو بتعمل بعض التحديات عند الناس، ان هو الطالب وقت الدراسة هو بيبقى متاح معاك ان هو يشتغل ويتطوع، يمكن بعد ما ينهي دراسته بيبقى عايز يبدأ يشتغل، فبيبقى صعب شوية ان هو يوفق بين التطوع وشغله في الحياة العملية. فيمكن عشان كده دايما بنغير الدماء، دايما بيبقى عندنا طلاب جدد وروح جديدة، يمكن ومش كل الناس بتكمل بسبب النقطة دي، بس يعني لو انت عندك إرادة قوية هتلاقي نفسك كملت. في ناس قعدت 3 4 سنين وبعدين فصل، يعني فصلت، وفي ناس لأ كملت. يمكن احنا من القدامى اللي كملنا، ودايما بنحس الناس ان هي تكمل زينا. حتى يعني ان انا حاليا الفترة دي من بعد ما اخدت الدكتوراه كانت الوقت مش مساعدني بشكل كبير، بس يعني مازال برضو ليا وجود، يعني مش وجود مش كبير وفعال زي زمان، بس مازال ليا وجود اني انا مؤمنة بالرسالة دي. فهي فكرة انت عندك ايمان بيها وارادة هتقدر تثبت نفسك وتكمل. نعم سيدة ولاء، المرحلة الجامعية هي مرحلة تتيح لنا الوقت الوفير للتطوع وبناء حياة التطوع وشخصياتنا. هنا أود أن أسألك سيدة ولاء بخصوص هؤلاء الطلبة الذين يشاركون في هذا البرنامج، هل يحصلون على نقاط تحفزهم على تطوعهم ومشاركتهم في نشر المال؟
المعرفة والمعلومات. في بداية الأمر عند الانضمام لبرنامج ويكيبيديا للتعليم في 2012 كان عليه 5 درجات أو 10 درجات من أصل 100 درجة. في الأول في آخر 15 درجات دي حاجة بسيطة جدا، يعني مش هي الداعي أو الدافع اللي تخليك تشارك. يعني لو أنت ما شاركتش مش هيأثر فيك 10 درجات أو 5. ولكن بعد كده كملنا بشكل تطوعي تماما. في ناس بدأت العكس، في ناس بدأت تطوعي وبعدين دخلت فيه درجات، بس ولكن اللي حصل معانا كان العكس. وعن تجربة، هو مش فارق بصراحة، يعني انه اللي داخل عشان ياخد درجة بس، ده انت مش يعني استمرارية وجوده وضمانة وجوده دي ضعيفة جدا جدا جدا. ولكن الطالب اللي داخل عشان هو حابب يتطوع، ده فرصة استمراريته كبيرة جدا. فدي يمكن انا بشجع النقطة التانية، وكوني محاضر في الجامعة، فدي فرصة كويسة جدا ان انا بكمل مع الطلبة بتوعي ومن غير الدرجات. فبننتهز الفرصة زي مثلا يوم ويكيبيديا العربية بيبقى يوم 9/7، يوم العالمي للغة العربية 18/12. بنحاول نستغل المناسبتين دول على يعني اكبر قدر ممكن ان احنا ندعو الناس ان هي تشارك في المناسبتين دول تحديدا. ويبقى عندنا طبعا تأسيس ويكيبيديا عموما بشكل عام 15 واحد من كل عام، فيعني نقدر نقول ان دول 3 تواريخ بس اللي يهمنا اكتر، يوم ويكيبيديا العربية واليوم العالمي للغة العربية، انه نجمع الناس ان هي تشارك. ويمكن حتى كمان بس مش الطلبة، يعني يمكن اعضاء المجموعات نفسها بيتجمعوا في الايام دي او في اليوم ده، يعملوا مثلا جلسة او جلسات تحرير مستمرة متواصلة على مدار يوم او يومين، بيطلعوا فيهم انتاج كويس جدا. وبيبقى الداعي او الدافع ان انت عندك مناسبة او مشاركة بتخلد بيها ذكرى ان انت شاركت، مش ما بيبقاش مجرد يوم عادي، اليوم ده بيسمع معاك بعد كده، فبيخليك عايز تكمل مرة واثنين وتلاتة. وانا لأخفيكي سرا، يعني في اول اسهاماتي في ويكيبيديا العربية في 2012 لما كنا لسه برضو مهما كان النت دخل البيوت بعد 3-4 سنين، لسه الموضوع جديد شوية ان انت تدخل تشوف المحتوى بتاعك واسهاماتك واسمك على جوجل وانت بتعمل بحث عن المقالة، يمكن ده من اكتر الحاجات اللي خلت الواحد يكمل. يمكن ده ممكن ما يلاحظوش قوي الاجيال الجديده، بس يمكن الاجيال القديمه لا تلاحظ ان الموضوع ده كان، انا بالنسبه لي كان دافع كبير جدا ان انا اكمل وان انا افضل موجوده. يعني مهما الحياه بعدتنا بس احنا برضو بنرجع تاني. يعني في ناس بتبعد عن الويكي وخلاص بقى صفحه وقفلتها وما بترجع لهاش تاني، بس لا، اللي دخلها عن حب بيكمل. كما قلتم سيدة ولاء، أن الطلبة عندما يتخرجون يبتعدون نوعا ما أو ينقطعون عن التطوع وعن الكتابة في ويكيبيديا. ألا تفكرون في خلق برنامج يجعلهم يعودون إلى الكتابة أو يجعلهم يحفزهم عن الكتابة والعودة إلى التطوع في ويكيبيديا؟ هي بشكل عام كفكرة كويسة، ولكن مع طابع الحياة اليومي يعني أصبح الموضوع صعب شوية. يمكن أنا دايما بحب أفكر بالمنطق، يعني الطالب الجامعي هو ده وقته إن هو يعمل بحث ويدور ويشوف المصادر ويطلع هنا وهناك، ولكن الحياة بعد التخرج من الجامعة وضعها مختلف بعض الشيء. فيمكن أنا بستغل أكتر الطالب الجامعي لأنه هو بيبقى عنده وعي وعنده الوقت لأنه هو يعمل بحث علمي محترم. وأنا حتى دايما لما كنا بنيجي ندربهم في ويكيبيديا، احنا دايما بنقول إن ويكيبيديا مصدر معلومات أولي، ولكن أنت تقدر تاخد منه معلومات من خلال المصادر الموجودة أسفل المقالات. من خلال المصادر دي انت ممكن تاخد المعلومة وتدخل تدور عليها، خد المصدر وادخل دور على المعلومة هتلاقيها المعلومة صح. وارد يكون في معلومة غلط، ممكن تكون ما تراجعتش، انه برضو في الاول وفي الاخر عدد المحررين مش كبير مقارنة بالمحتوى الموجود. يعني المحتوى الموجود وعدد المحررين مفيش نسبة وتناسب، فدايما احنا بنعمل مبادرات عشان ندعو الجدد ان هم ينضموا معانا ويكونوا جزء من حركة ويكيميديا في العالم العربي. يمكن عشان كده احنا دايما بقى عندنا قدسية للغة العربية. يمكن انا يعني انا لغتي الاجنبية الاولى الاسبانية ثم الانجليزية، كان ليا بعض الاسهامات في الاسبانية كانشاء، والانجليزية ما اعتقدش ان كان ليا اسهامات فيها،
ولكن أنا ولائي وانتمائي للغة العربية، لأنه عدد المحررين قليل جدا، إنما عدد المحررين في الإنجليزية والإسبانية كتير جدا، وحتى الفرنسية عددهم كبير جدا. فبالتالي كلنا لازم نوجه، طالما إحنا مستخدمين من أصل عربي، لازم نوجه نشاطنا وطاقتنا وقدرتنا للغة العربية مش للغة الأجنبية، لأن الأجنبية ليها كتير يكتبوا بيها، ولكن العربية ملهاش كتير يكتبوا بيها. صحيح سيدة ولاء، أتفق معك وبشدة. سؤال آخر، كيف يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المساهمة في تحرير مقالات ويكيبيديا بشكل فعال؟ قبل البدء في أي مشروع أو مبادرة دايما بنجهز التدريبات، وبقينا مؤخرا أو يعني في السنوات الأخيرة بقينا بنعملها أونلاين مش وجها لوجه. بقينا بنعتمد بشكل أساسي وكبير جدا على تدريبات مشروع المعرفة، المشروع الأضخم في الوطن العربي. المشروع ده أقيم في فترة يعني في ما بين 2020 2021. يمكن التدريبات اللي اتعملت كانت تدريبات مختارة بعناية فائقة، إن إزاي الناس تكتب على ويكيبيديا. فبقينا نعتمد على الفيديوهات دي، وبقينا بنبعتها للناس المشاركين عموما في أي مبادرة، إن هم لو أنت عايز تشارك في ويكيبيديا تقدر تطلع على الروابط دي. وطبعا في روابط تانية كتير، وأنا كان عندي كمان إسهاماتي الخاصة بيا، وكانت في مبادرات شقيقة كتير جدا في الموسوعة العربية، فيها تدريبات جامة. يعني أي حد عايز تدريب ممكن يلجأ ليهم، مش شرط الفيديوهات بس بتاعت مشروع المعرفة. وأما كنا بنجهز الفيديوهات دي ونبعتها للناس ونعرفهم، نعرف اهتماماتهم، هم عايزين يكتبوا في أي برنامج بالظبط، يعني أي تخصص بالظبط، أو بأني لغة، يعني هيترجم من أي لغة، لأن احنا بالأساس احنا برنامج لغات. لو أنا معايا طالب بيكتب مباشرة بالعربي، يعني يعمل بحث وتلخيص ده يبقى كويس جدا. ولكن لو عندي طالب يعني قدرته ان هو يترجم اكتر من ان هو يكتب من العربي من اوله، يبقى لازم هنا في الحاله دي يحافظ على اليات الترجمه، يعني وان الانتاج بتاعه يظهر للعيان كانه مكتوب بلغه عربيه من الاول، مش ان هو نص مترجم. يعني يمكن دي من اكتر النقاط اللي انا بسعى ليها، ان انا كمان براجع المحتوى اللي هم بيكتبوه كله في الاسهامات كلها، يعني ان المحتوى يظهر بلغة عربية سليمة وما يبانش الناس اللي هو مترجم. يعني ده فكرة احنا ازاي بنجهز التدريب وبنجهز التخصص بتاع الناس او المحتوى اللي هم ممكن يحبوا يكتبوا فيه. واحيانا بتبقى فيه مبادرات عن انا عايز اكتب في مجال الجغرافيا في بلد معين، انا عايز اكتب في مجال التاريخ في بلد معين، او الاثار، تغطية اثرية في بلد معين. يعني على حسب النقص اللي عندي في الوقت ده، انا ببقى اشوف هو رايح فين. بس انا يمكن ما بمشيش في السكه دي قوي غير ان انا ببقى عارفه الطالب اللي جاي لي منين، خلفيته ايه. فما اقدرش ان هو يكون طالب ادب اخليه يكتب في العلوم والطب، بتبقى صعب عليه شويه، لانه المصطلحات دي بتبقى عايزه تخصص. وما ينفعش برضو ان انا يطلع من يعني يبقى معايا طالب هو مش عارف ويقعد يدور وما يلاقيش المصطلح فيكتبه بالانجليزي او يعمله نقحره، فهو برضو ما ادانيش النتيجة الصح في الآخر. فأنا دايما بحب التخصصات تمام، فدايما خلاص بنجهز لهم المبادرات وبننزل لهم أو بنلجأ لهم، يعني بنشوف مين المهتم إن هو يشارك معانا، وبنعرفهم الجايد لاينز أو الخطوط العريضة هنمشي إزاي، ونبدأ نتابع. ويمكن كان عندنا مؤخرا جلسات تدريبية مع المجتمع الليبي، لسه مجتمع منضم جديد في ويكيبيديا، وكانوا بس هم مش طلبة، كانوا خريجين، كان ما بينهم طلبة بس الأغلب كانوا خريجين، كانوا مشاركين معانا، وكنا بنعمل لهم جلسة أسبوعيا. برضو عملوا شغل كويس جدا، وكانوا معانا امبارح، عملنا لهم اونلاين امبارح في السيشنز نفسها اللي كانت في المؤتمر. فهي أهم حاجة إن احنا نوصل للتخصص ونوفر لهم التدريبات، فده هيلاقي تخلي الناس كتير تشارك. فكرة الأستاذ الجامعي بيشارك ولا لأ، هو غالبا الأستاذ الجامعي ما بيشاركش، هو ممكن يكون دوره إشرافي. يمكن احنا لما ابتدينا عندنا في مصر كان دوره إشرافي، وبعد كده يعني كنت أنا اللي كملت، أنا اللي كنت بعمل كل حاجة، وكنت أنا اللي براجع البداية. بس البداية كانت عن طريقهم، يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنا اللي ابتديت، لأ أنا ما ابتديتش، أنا كنت جزء من العملية، ولكن كانت البداية من طريقهم. يمكن عشان أنا يمكن استاف جامعي،
فدخولي للطلاب سهل جدا، تعاملي مع الطلاب سهل جدا، ولكن لو انا عايز اعمل مبادره وانا مش استاف جامعي، انا محتاج الاستاذ جدا، محتاج الاستاذ ان هو يسهل لي الدخول ويسهل لي التعامل مع الطلاب ويسهل لي التخصصات بتاعتهم. يعني لازم هو يكون حلقه الوصل بيني وبينهم. فيمكن دي بتختلف من شخص لاخر. وطبعا بيبقى فيه نظام الأندية الويكيبيدية مثلا، يعني ده تجمع بيجمع الناس في الجامعات في مصر. احنا كنا بصدد ننشئه من كام سنة بس يعني لم نوفق، ولكن احنا عندنا تجمع المجموعة المستخدمين نفسها فيها ناس جدد وفيها ناس قدامى، فدول بيبقوا سهل جدا ان هم يعني ينضموا للمبادرات دي. وطبعا بيبقى فيه برضو الاعلانات والجوجل فورم اللي بنعملها ان احنا نجمع الناس ان هم يشتركوا معانا. وفي حاجة تانية كمان عندنا، في بانر بيقف في موسوعة ويكيبيديا العربية، بيبقى بانر علوي تمام كده، ده برضو بنعمل فيه اعلانات لو احنا عايزين. طبعا بناخد موافقة المجتمع اولا لو احنا عاملين مبادرة، وبندعو الناس اللي هي تشارك. وفي احيان المبادرات دي ما بتبقاش طبعا للمستخدمين الجدد بس، بتبقى كمان لمستخدمي ويكيبيديا القدامى. شكرا لك سيدة ولاء على الجواب. هنا اود ان اسألك، كيف يمكن قياس تأثير مشاريع ويكيبيديا على مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي؟ يمكن تأثير ويكيبيديا، أقدر أقول تأثير برامج التعليم في ويكيبيديا كان تأثير جلي جدا جدا. يمكن إحنا ابتدينا 2012، يمكن حصلت طفرة في ويكيبيديا العربية في 2013 و2014 في المحتوى. يمكن أنا كان عندي حاجة صغيرة كده من قبل دخولي ويكيبيديا، ما كنت بتصفح حاجة عن الأساطير اليونانية والأساطير الرومانية واليونانية، كنت بشوف المحتوى أنا مش فاهمة إيه اللي مكتوب. يعني أنا مش عارفة أقرأ العربي من كتر ما هو مش واضح. يمكن عشان أنا دخلت على يعني ممكن الجزء اللي أنا دخلته هو نفسه ما كانش واضح، فقلت هي دي ويكيبيديا العربية. ده كان قبل انضمامي للويكيبيديا. بس بعد ما دخلت، لا ده في مجهود كبير بيبذل، مش مجهود سهل، وفي جنود مجهولة كتير ورا المحتوى اللي بيبذل ده، وراء المحتوى الجهد اللي بيبذل والمحتوى اللي بينشأ. فنرجع تاني ونقول ان الطفرة اللي حصلت دي جراء برامج التعليم، جراء مبادرات تانية في الوطن العربي. الموضوع ما كانش مقتصر على مصر بس، كان معانا دول شقيقة كتير، كان ما بينهم برضو، كان ما بينهم الأردن، وكان ما بينهم الجزائر، وكان ما بينهم المغرب. كان في إسهامات من كذا دولة عملوا على رفعة المستوى والمساهمات العربية في ويكيبيديا. ومع الطفرة دي كمان يعني انضم مستخدمين جدد وبقوا محررين وبقوا ليهم ثقل كبير في الويكيبيديا، فبالتالي المحتوى بدأ يتطور جدا عن قبل ما يعني قبل 2010. المحتوى بدأ فعلا يزيد وكانت جودته بقت كويسة جدا، والناس بقى عندها وعي بالمشاركة. يمكن زمان اما كنت تقول الناس تكتب على ويكيبيديا ايه هي ويكيبيديا، هو مش عارف يعني ايه ويكيبيديا، ويعني كان يعني انا ناس اعرفها كانت فاكرة ان ويكيبيديا العربية النسخة العربية هي ترجمة حرفية للنسخة الانجليزية او النسخة الفرنسية. ما كانش متخيل ان ده جهد بشري، ان ده جهد بشري ورا نقل المحتوى. لا، هو كان فاكر ان هي ترجمة آلية صرف. مع زيادة الوعي وزيادة المبادرات وزيادة مجموعات المستخدمين اللي انضم لها محررين مخضرمين، لما درجة الوعي زادت، درجة يعني عدد المحررين اللي انضموا للويكيبيديا زادوا عن طريقة المجموعات المستخدمين. وفي طبعا ناس انضمت برضو بطرق تانية غير مجموعات المستخدمين. يعني هنقول ان كله مع بعضه بيتكاتف ويتكامل مع بعضه لأجل رفعة الويكيبيديا العربية، يعني اللي هي رسالتنا في الأول وفي الآخر ويكيبيديا العربية. سيدة ولاء، ما هي التحديات التي يمكن أن يواجهها الطلاب أثناء المشاركة في مشاريع ويكيبيديا في الجامعة؟ بالنسبة للتحديات اللي ممكن يقابلها أي مستخدم جديد، نوعية الكتابة اللي بيكتبها. وممكن يكتب عن محتوى بيشوف إنه ده محتوى كويس، ولكن إحنا عندنا القواعد والسياسات في ويكيبيديا العربية قواعد صارمة جداً، ولكن يعني هي صرامة السياسات دي بتحد من التخريب وبتحد من المحتوى يعني غير المجدي في ويكيبيديا العربية. لأنه أنا ما ينفعش أن أنا أجيب مثلا سيرة واحد يوتيوبر
واقول ان هو ليه مشاهدات كتير، اقول هو ينفع ويكيبيديا العربية؟ ما هو الناس بتتابعه على اليوتيوب. ماشي، هو الناس بتتابعه على اليوتيوب، بس انا هنسميني ده فقاعة لفترة مؤقتة وهيختفي. ولكن هو مش عالم، هو مش بروفيسور، هو مش مثلا ملهوش ما خدش ملهوش ثقل مثلا، ما اخدش جايزة عالمية، ما اسهمش اسهام كبير، ما عملش على تغيير الوضع الحالي او الوضع السابق حتى في المجتمع. فبالتالي هو ما حققش الملحوظية ان هو يكون شخص ملحوظ. واحنا عندنا سياسات كتير بتغطي كل فئة، يعني لو فئة الاكاديميين ليها جزء، النواب ليها جزء، السياسيين ليها جزء، الرياضيين ليها جزء، حتى الأماكن والجغرافية ليها جزء، والقبائل كمان ليها جزء. فعندنا الملحوظية بندها كبير جدا. فبيبقى أول عائق إن هو المستخدم الجديد أما بيشترك في ويكيبيديا وبيجيله رسالة ترحيب، هو ما بيبصش فيها أصلا على رسالة الترحيب، فبالتالي ما بيبقاش عارف هو إيه اللي مفروض يكتب عنه وإيه المفروض يتلاشاه. فتلاقي مثلا كمان يعني حد بيكتب اللي هو انا فلان الفلاني، عندي 15 سنه بدرس في المدرسه الفلانيه، او عندي مثلا مكتب تصوير في المكان الفلاني. ده طبعا ده دعايه وسبام، فده مش هينفع يكون موجود في ويكيبيديا العربيه. فهو يعني في جزء بسيط كده، او في جزء من عدم الوعي للمستخدمين الجدد، فبيبقى شايف انه اي حد ممكن يكتب عنه، اي حد عمل فقاعه في المجتمع هو ممكن يكتب عنه. ولكن الاصل في ويكيبيديا، يعني لو انت مثلا شخص مشهور يعني سياتي من يكتب عنك، ولكن انت ما تكتبش عن نفسك. لو انت مثلا صاحب شركه، لو انت عامل اسهام ملحوظ، هتلاقي اللي يجي يكتب عنك. ولكن للاسف بنلاقي ناس بتدفع فلوس لمستخدمين جدد، ان هم بنسميها تحت بند مساهمات مدفوعه، ان هما يجوا يكتب عنه في ويكيبيديا العربية. وهو في الاول وفي الاخر هو لا يحقق المعايير، يحقق معايير السير الذاتية، فبالتالي احنا بنمسح المحتوى لانه بيكون محتوى مخالف. واحدة برضو من ابرز التحديات اللي بتقابل المستخدمين الجدد هي يعني العدد غير الكافي للمحررين اللي يقدروا يراجعوا له المحتوى بتاعه. فهو بالتالي بيكتب مقالة وما بيلاقيش حد يراجع حاله، او بيقدم طلب يعني مراجعة المقالة، ممكن ما يكونش في حد متوفر او متاح ان هو يراجع له المحتوى. فده يعني دي تحدي او اشكالية شوية بتواجه الجدد. فعشان كده دايما احنا بنعمل المبادرات عشان نكتسب محررين جدد يبقوا جزء من المجتمع، ويقدروا يساعدوا يعني رفعة وتطور المحتوى العربي، وانهم يساعدوا الجدد كمان. يعني انت مستخدم جديد بعد شوية هتبقى قديم ومخضرم، فهتيجي تساعد الجديد زي ما حصل معاك. يعني هي العملية، يعني احنا بنفضل نكمل في دايرة، فالعملية بتبقى دايما مستمرة. ويمكن حتى بناء على النقطة الاولى والتانية اللي اتكلمنا فيها، انه لو كاتب محتوى مخالف او ان المحتوى بتاعه ما بيتراجعش، طبعا محتوى مخالف فبيحذف، ولو المحتوى ما تراجعش فأحيانا ممكن لو هو مش شخص مش صبور، فممكن يوصل شوية لإحساسه باليأس، فهيقول لأ أنا مش هكمل، أنا مقالتي مكتوب عليها مقالة غير مراجعة، مقالة يتيمة، فأنا مش عارف كده يعني أنا الناس شايفة المقالة بتاعتي ولا لأ، فبيأس. فإحنا بنقول له لأ ما تيأسي، أنت اعمل إسهاماتك وخلي نيتك يعني صدقة جارية وعلم ينتفع به، ومحتوى هيوصل، المحتوى طالما سليم هيوصل له. بس انا دايما بدعو المستخدمين الجدد ان هو يحاول يشوف تدريب كويس، التدريبات متاحة جدا اللي هي اونلاين على الموسوعة، يقدر يوصل له، على موجودة على اليوتيوب بشكل اساسي، ان هو يقدر يوصل له. ولازم يوثق المحتوى اللي هو بيكتبه، التوثيق مهم جدا جدا، بيمنع حذف المقال وبيأكد مصداقية المحتوى. لانه يعني في المجتمع العربي او في المجتمعات عموما، وخصيصا المجتمع العربي، يعني ممكن اي حد يكتب اي حاجه، لان هو نظام الويكي بيسمح لاي حد يكتب اي حاجه. ولكن يعني لو انت ناوي رسالتك تكون صدقه جاريه وعلم ينتفع به، وان انت تساعد البشريه، يبقى انت لازم تكتب محتوى موثق، محتوى سليم وموثق، مش مجرد محتوى وخلاص. وبرضه لازم تتجنب فكره ان حقوق، تاخد بالك من حقوق النسخ والنسخ، حقوق الملكيه. ما ينفعش تجيب كتاب تروح تحطه على الويكيبيديا وتقول هو ليه المقاله بتتحذف، او انا تجيب من موقع تاخده نسخ ولزق، تحطه لزق في ويكيبيديا وتقول هو ليه المحتوى
اتحذف، لان انت كده عملت خرق لحقوق النشر. انت خدت محتوى مش بتاعك ليه ترخيص وحطيته في ويكيبيديا اللي ترخيصها مشاع ابداعي، فبالتالي انت كده خرقت الحقوق. وويكيبيديا ما بتسمحش بالكلام ده ابدا، حتى لو احنا بنقول ان ويكيبيديا مصدر معلومات اولي، ولكن ليها سياسات صارمه فلازم نحافظ عليها، لانه احنا يهمنا قوي سمعه ويكيبيديا العربيه. يعني انا يهمني ان انا اضم مستخدمين جدد، ويهمني قبل اي حاجه سمعه ويكيبيديا العربيه، ان ما يتقالش ان هي فيها تساهل او ان هي بيبقى فيها نسبه تخريب كبيره او فيها سبام، والكلام ده كله مرفوض بالنسبه لنا، لانه الويكيبيديا اتبنت على اكتاف المحررين الموجودين اللي ادوا جزء من وقتهم وصحتهم وطاقتهم للموسوعه، فبالتالي هيبقى صعب جدا ان يجي حد يعني يمحي الحاجات دي ويسوق الشكل العام لويكيبيديا. يمكن انا علاقتي بويكيبيديا فريده شويه، يمكن احنا بقالنا اكتر من 11 سنه في الموسوعه، في ناس اقدم مني بكتير، فانا دايما بشوف انا اديت لويكيبيديا كتير، بس هي ادتني كتير جدا. يعني انا زي ما اديتها هي ادتني كتير جدا جدا جدا، وما زلت يعني انا مدينه ليها بحاجات كتير للموسوعه وللناس اللي انا اتعرفت عليهم من داخل الموسوعه نفسها. يعني ان الموضوع مش مجرد ان انا ساهمت مره ومشيت، لا، الموضوع مكمل مع الواحد، يعني لانه زي ما قلت هي عمليه متبادله، وان انت بتعمل حاجه بتحبها وبتفيد الناس، فدي يعني بسميها دايما النقطه المضيئه في حياتنا. سيده ولاء، ككلمه اخيره، ماذا يمكنك ان تقولي لنا ولمشاهدينا ومشاهداتنا الاعزاء والعزيزات؟ دايما بشوف انه من الحاجات اللي انت تحب تنصح بيها غيرك، ان انت ما يكون عندك وقت تحاول تستثمره صح. يعني انا بالنسبه لي الوقت اللي هستثمره صح هستثمره مع ويكيبيديا، ومش عايزاك او مش عايزاك تيأسوا ان انت مثلا اسهمت بمقال ولقيته اتحذف. احنا كلنا عندنا مقالات محذوفه، واحنا اداريين عندنا مقالات محذوفه، واحنا محررين عندنا مقالات محذوفه، واحنا جدد برضو كان عندنا مقالات محذوفه. عادي، ما فيش مشكله، عمر ده ما بيكون نهايه العالم. يعني انت لازم تكمل، يعني انت استحاله يكون مجهودك كله هيطلع في مقاله واحده بس. ويكيبيديا فيها روح نقاش، لو ممكن تكون حظك يعني ان انت وصلت لحد ما عرفتش تتناقش معاه صح، او انت كلمته باسلوب غير لائق، تمام، ولكن ويكيبيديا فيها طريقه نقاش محترمه ومهذبه. وانا كمان بنصحك اما تكونوا عايزين تتناقشوا، بلاش السوشيال ميديا عندنا ممنوعه، وبلاش تبعت برايفت على الايميل، بلاش تبعت خاص على الايميل، كلمنا على صفحات نقاشنا. ولو احنا مثلا انت المقاله اللي انت اتحذفت ليك مكتوب مثلا فيها يعني لا تتفق مع معايير السير الذاتيه او السير الشخصيه، او مخالفه لمعايير القبائل او المواقع الجغرافيه، حاول تدخل على الويبس على الوصله اللي هو حاططها لك المحطوطه في الرابط ده في سبب الحذف، وادخل شوفها. ولكن الاغلب بيقول لك انا شفته وما وصلتش لحاجه. هل انت شفته وقرات بعنايه وقارنت؟ لا، هو انا بصيت نظره عامه وانا مش مقتنع، هو انا مش مقتنع ان المقاله تتحذف اصلا من الاول. فدي يعني دي بتخلي ناس تيأس. انا بقوله لا، عمري ده ما بيبقى نهايه العالم. انت خلي سببك اسمى ان انت ازاي تشارك في الويكيبيديا، عايز تدخل ويكيبيديا مباشره تدخل، عايز تدخل ضمن مبادرات معموله في البلد بتاعتك او مسابقات معموله على ويكيبيديا نفسها، مفيش اي مشكله خالص. يعني عندك سكك كتير ممكن تدخل بيها وبسهوله تقدر توصل للاداريين وللمستخدمين للمحررين. عندنا مجموعه ويكيبيديا العربيه على الفيسبوك، يمكن ده اكبر تجمع ويكيبيديا على السوشيال ميديا. لو محتاج مساعده او توجه في حاجه معينه هتلاقي اكتر من حد يساعدك في ويكيبيديا عموما. فانا بشكر الحضور الكريم والمشاهدين، يعني بتمنى لكم مشاهده ممتعه ان شاء الله وما تملوش مننا. ولو عايزين اي حاجه او محتاجين اي حاجه بسهوله تقدروا توصلوا لنا على صفحات نقاشنا او عن طريق زملائنا يعني في ويكيميديا المغرب. شكرا.
أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة، الحلقة 11 من برنامجكم ويكي بودكاست. شكرا على حسن المتابعة والاستماع، شكرا سيدة ولاء على قبولك الدعوة وعلى تقاسمك المعلومات وتجربتك معنا، شكرا على روح التطوع. أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، ألقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد وضيوف جدد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.